الأستاذ ياسر من الغربية. أستاذ ياسر معانا؟ أهلا وسهلا يا دكتور. اتفضل يا أستاذ ياسر. حضرتك، أنا والدي توفى من 4 سنين. الله يرحمه يا رب. وورثت 42 إيراد زراعي شرعي، ميراث شرعي. فأنا دلوقتي عامل اعتبار حضرتك لأخويا الكبير. عامل اعتبار لحضرتك لأخويا الكبير، فمش عارف أعمل إيه. ابيع ولا ما بعش عشان هو دلوقتي أتجوز. هو دلوقتي اخوك الكبير جار ليك في الارض ولا لا؟ اخويا الكبير واحمد وعمر، كل واحد لهم 42 ايراد. كويس، فانت عايز تبيع، عايز تبيع الاراضي عشان اتجوز. انا عايز ابيع عشان اتجوز. كويس، إيه عايز تبيع زي اتجوز؟ اخوك عرض عليك ان هو يشتري بنفس السعر ولا لا؟ هو حضرتك معهمش المبلغ ده. خلاص، المبلغ انت دلوقتي، فانت دلوقتي عايز تبيع وهو معهوش السعر. فك حالي واتجوز. عايز تبيع وهو معهوش السعر اللي هو يشتري بيه. خلاص، يبقى كده، يبقى كده يجوز لك، يبقى كده يجوز لك ان تبيع. فبيع وليس عليك اي ايه، اي اسم، لان خلاص اي حتى اشكال الشفعه اللي هي شفعه الشركه او حتى من قال بشفعه الجوار مش هتبقى موجوده، لان هو مش هيشتري. ليس معنى الشفعه ان امنع، ان اقيد حريه الشخص بألا يبيع، لكن إذا أراد من له الشفعة أن يشتري، يشتري بثمن المثل. خلاص، فيجوز لك أن أنت تبيع وليس عليك اسم أستاذ ياسر. خلاص.